لتفاصيل أوسع يلتحق بنا من الجبيل مراسل إخبارية سعيد الشهراني. سعيد، أهلا بك معنا في هذه النشرة، تفاصيل أوسع عن هذين التمرينين المتزامنين. أهلا وسهلا بكم، نحن في قاعدة الملك عبد العزيز البحرية بالجبيل، حيث ممثلة في الأسطول الشرقي وهو مقر هذا التمرين. هذا التمرين مشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وقوات سلاح البحرية الملكية البحريني. هذا التمرين ليس وليدة اليوم، ومن مسماه وجسر 20، منذ 20 عاما انطلق هذا التمرين، وكذلك أمواج 4، أهداف كثيرة يسعى هذا التمرين إلى تحقيقها. يستهدف هذا التمرين تعزيز التعاون المشترك بين القوات المسلحة في البلدين، وكذلك تبادل الخبرات في مجال التطبيقات الحرب البحرية والجوية، وكذلك القيادة والسيطرة، إضافة إلى العمليات المشتركة. وهذا التمرين بعموم يسعى إلى تحقيق أعلى جاهزية للقتال أو الجاهزية القتالية للقوات في البلدين، بما يحقق ردع أي هجوم قد يتعرض له المياه الإقليمية في الخليج أو كذلك المنشآت الحيوية والبترولية. كم يستمر هذا التمرين؟ متى يبدأ كذلك؟ متى ينتهي؟ تمريننا يختتم اليوم، وقد قيمت عمليات العمل الميداني المشترك للعمليات العسكرية التي تمت في مياه الخليج، أظهرت كفاءة عالية وقدرة فائقة في الجاهزية القتالية، وقيست بمقاييس دقيقة لتحقيق الأهداف، ولله الحمد. أكد ذلك قائد التمرين والجهات المسؤولة عنه. إذن هذا التمرين كما تقول انتهى، وقيمت كذلك، وهو جزء من ديمومة لمنظومة أعمال مشتركة تستهدف إلى تطوير القوات البحرية الملكية. فهو منذ 20 عاما يعمل بجاهزية وتطوير للقدرات على أحدث الأجهزة والتقنيات الحرب البحرية والجوية، فهو ليس روتيني لأعمال تقليدية، ولكن لمتابعة كل أحدث التطورات الأسلحة البحرية والجوية، بما يعزز القدرات القتالية والجاهزية القتالية كذلك. طيب، شكرا جزيلا من الجبيل مراسل إخبارية سعيد الشهراني، أشكرك.